العمال السوريون بحاجة لإجازات عمل. هذا هو الاكتشاف الأول من سجال وزير العمل سليم جريصاتي والنائب أكرم شهيب. أما الاكتشاف الثاني فهو أن السجال الحاد هذا لا يشمل إلا أعدادا قليلة من العمال السوريين، فطلب إجازة عمل ومدتها عام واحد قابلة للتجديد لا يشمل إلا السوريين الذين يعملون في مؤسسات، فيما النسبة الأكبر من العمال القادمين من سوريا تعمل في مجالي البناء والزراعة، وهي القطاعات التي لا تحتاج إلى إجازة عمل. فتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه مثلاً في العام 2010 9.5% فقط من العمال السوريين في لبنان كانوا يحملون إجازات عمل. هذا في الأرقام، لكن على أرض الواقع تحتمل القصة الكثير من علامات الاستفهام. الطلب من السوريين الذين يريدون الحصول على تراخيص عمل المرور بالسفارة السورية لتنظر في أوراقهم سيعرضهم للخطر، وبالتالي فإن هذا التدبير غير قانوني. وزير العمل قال أنه أصدر مذكرة ثانية يطلب فيها إحالة العمال الذين تشك دائرة العمال السوريين بأوراقهم إليه، وأنه هو الذي يقرر إمكانية إحالتها إلى السفارة. يحصل كل ذلك في وقت يعاني العمال السوريون في لبنان من انتهاك الحد الأدنى من حقوقهم، انتهاكات ارتفعت حدتها مع موجات النزوح السوري إلى لبنان. لقد وصلتنا بعض الشكاوى عن استغلال عدد من السوريين في عملهم. نأمل أن تبذل الحكومة اللبنانية جهوداً إضافية وتتخذ التدابير الكافية لحماية هؤلاء الأفراد، وعلى الوزارة الاستماع إلى الشكاوى والعمل على محاكمة الأشخاص الذين يستغلون العمال. هل في السفارة السورية أقبية مظلمة يحقق فيها مع السوريين في لبنان كما قال النائب أكرم شهيب؟ بصرف النظر عن الإجابة، يبقى أن الكثير من السوريين في لبنان يرون في السفارة طرفاً في النزاع الدموي في بلادهم، ما يجعل رحلتهم إليها غير مضمونة النتائج.